شباب ملاحقتهم حاليا. وهات الامني جماعة لوري ياسر ذولا. شوفوا شلون هذا العالم جاهز يقول قوة. وهات الدمعية جماعة لوري الياسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن استمرار المظاهرات في محافظة النجف المطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري وكل نوابه وكل مجلس المحافظة، لأنهم يرونهم بأنهم فاسدون. يعني أهالي المحافظة يرون بأن هؤلاء مجموعة من الفاسدين الفاشلين الذين قادوا المحافظة إلى الدمار، الذين سمحوا باغتيال الناشطين والمتظاهرين ولم يحركوا ساكن، الذين أوغلت أيديهم بأموال المحافظة بمخصصاتها، تركوا أهالي النجف يعانون الفقر والبطالة والحاجة ونقص الخدمات وانعدامها في مناطق أخرى، في حين هم يتنعمون بمخصصات هذه المحافظة. يستمر لليوم العاشر على التوالي أهالي النجف بمظاهراتهم المطالبة بإقالة هذا المحافظ، لكن في المقابل يستمر أيضا لليوم العاشر على التوالي مع انطلاق هذه التظاهرات القمع الحكومي المتواصل لتكميم أفواه من خرجوا بحق المشروع، من خرجوا بطريقة سلمية عادلة كفلها لهم دستور العملية السياسية، الدستور الذي شرعته هذه الأحزاب ووافقت عليه. هؤلاء خرجوا بطريقة شرعية لإقالة هذا المحافظ، وهم يطالبون وهم أهل المحافظة ويقولون لا نريد هذا الفاسد، لكن الحكومة لا تسمع كما لم تسمع سابقا أيا من المظاهرات التي خرجت في العراق، وكانت تريد فقط إسكات أي صوت يخرج بشكل طبيعي حضاري سلمي للمطالبة بحقه. والدليل هو ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين نتيجة التظاهرات والشهداء الذين سقطوا طيلة فترات التظاهرات المختلفة على مدى سنوات عاشها العراقيون. هناك حملات تضامن كبيرة شهدتها محافظات عراقية كثيرة دعما ومساندة لأهالي محافظة النجف، خرجت من ليقار، خرجت من البصرة، خرجت من محافظات أخرى تدعم وتساند كل من يخرجون للمطالبة بحق مشروع. وصل الموضوع إلى أهل البصرة الذين خرجوا وقالوا نحن أيضا لا نريد أسعد العيداني، هذا المحافظ الفاسد القاتل كما يقولون، المتعاون مع الميليشيات وفرق الموت لإسكات التظاهرات، لإسكات الناشطين، والذي سمح بأن تنهار المنظومة الأمنية في محافظة البصرة وأن يعم الفساد، هذا أيضا شخص غير مرغوب به. لكن للأسف وهو واقع العراق أن تروج أحزاب وجهات وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات فضائية تروج باختيار أسعد العيداني أفضل محافظ في العراق لعام 2021. على أي أساس يتم اختيار أسعد العيداني على أنه يكون أفضل محافظ؟ وطبعا نتساءل أيضا لماذا يستمر هذا القمع للمتظاهرين، ولماذا لا تسمع حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة لأصوات العراقيين الذين يطالبون بإقالة الفاسدين؟ إذا كانت هذه الأحزاب وإذا كانت هذه الشخصيات التي تتسلم السلطة تقول دائما إنها جاءت لإعادة بناء هذا البلد والنهوض به بالشكل الصحيح، فلماذا لا تسمعون إلى من ينبهكم على هذه الأخطاء، إلى من ينبهكم بوجود فاسدين وفاشلين؟ سنعرض بعد قليل أيضا وثائق تم تداولها تدين هذا المحافظ لؤي الياسري، تؤكد أنه شخص فاسد كما يقول أهل النجف. معنا اتصال السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيها القناة الشريفة الأصيلة أستاذ محمد. حياك الله. بالنسبة للمظاهرات إذا مو المحافظات كلها ماكو فايدة،
نعم. لأن هاي مؤامرة. وأنا من خلال منبركم هي أهلنا بالنجف. نعم. وأشد عليهم. إن شاء الله أملنا مرة كبير إن شاء الله. أسعد العيدان رخصتي الأستاذ محمد. أي. يعني لو أكو محاكمة دولية، محاكمة عادلة بالعراق، يعني شعب البصري ما يريده. مين حصل لعد هاي الأصوات؟ مين جابها؟ إذا لعد الأحزاب تلعب دور أستاذ محمد. نعم. وثاني شيء المظاهرات مو عند الدستور، مو يقول حق الدستور. نعم. ليش اللي تيدونه تمشونه لنفسكم والما يفيدكم ترفضونه؟ مو هذا حق مشروع هذا. عم انت يا ابو النجف كاتب وعيب، عيب، اطلع ما يريدون. نعم. محافظة ما تيدك، ما قدمت له خدمات. هو الشعب يريد استاذ محمد. نعم. هو ما يريد مناصب. عمي احنا بالبصرة يريدون ما يشرب، ما يشرب الله اكبر. ما يشرب لحد الان ما واصلهم. ومحافظة اغنى محافظة بالعراق بالنفط هي. وما لحد الان ما لاقي، وعيب عليكم يا المحافظين. وهاي مناطقكم، هاي واهلكم دولة. مشكم تمسحون ما تخجلون. وكافي. وترى الشعب نفط صبره. أبو عراق لما يطلع أو تطلع بعض الجهات وبعض الصفحات والمواقع تروج أنه أسعد العيداني تم اختياره يكون أفضل محافظ في العراق عام 2021، على أي أساس يختارون أفضل محافظ؟ شنو تقييم الجهات الحكومية لاختيار المحافظين أنه يكون أفضل أو أسوأ؟ هل يعتمدون على إنجازاته؟ لو يعتمدون على مدى ولائه وتقديم فروض الطاعة للأحزاب، شلون يقيمون المحافظ؟ أستاذ محمد إذا سمحت لي وما أريد أطيل عليك، يعني بالنسبة للتقييم يمشون على الأحزاب أستاذ محمد مو على الشعب. ولا لو أكو هسه حكومة، هاي متظاهرين طلعوا يريدون. لا أسعد العيداني ولا يريدون الياس. عمي عمي عيب عليهم، كان يستحون على أنفسهم. وأخرى ثانية أستاذ محمد، الله وكيلك، هم عندهم الملفات، هم يريدوا يهينون محافظة. مو لعبة والفن، ما كافي عاد عمي. طيب يا حكومة كافي. أشكرك يا أبو عراق، شكرا جزيلا، كنت معنا من الفلوجة. خلينا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام لخروج أهالي محافظة النجف في تظاهرات جديدة، كما قلنا، للمطالبة بإقالة لؤي الياسري لليوم العاشر على التوالي. ناشطون قالوا إن الأهالي استمروا بتظاهراتهم رغم الانتشار الكثيف للقوات الأمنية التي تحاول قمع التظاهرات بالقوة وملاحقة المتظاهرين. لنشاهد. الآن قمع ثوار النجف وبالقوات فاد قوات الشغب. الأمنية جماعة لوهر ياسر ذولا، شوفوا شلون ورا العالم جاهر تقول قوات الجمعية جماعة لوهر ياسري. نستمع لحديث السيد أبو قحطان من صلاح الدين، فضل يا أبو قحطان. الله يسلمك، شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو قحطان، أهلا وسهلا. الأمور أحوال. الله يحفظك يسلمك، تفضل. أنا من ساكن، أنا والأصل من صلاح الدين، يثرب، علمود، نازحين، أهل مخيم عربد، وأنت بالمرة المبرج مالك يمتي بالعشاء، انت لحق بس تسعى الناس تخابرك، الناس نايمة. اي. وتدري عندنا المطر صار ثلاث ايام يدق علينا فضنا. اي. ونريد المسؤول الكاظمي يعوضنا، نريد نرجع ينطينا تعويض، كل عائلة خمسة، الواحد يبنى له غرفتي يلا نرجع على ديارنا. ايش قد تريد ابو قحطان؟ ايش قد تريد؟ كل عائله انطي 5 مليونين 3 اشياء، العالم تروح تبنى، نضل احنا يوم يومين بهالمطر هذا، يجي يعوض العوائل ويشيلها.
فلشوا البيوت تقول له هي هم اللي فلشوها هي الحكومه فلشت البيوت من جابت جريكانات قلت لك تفلشت بيت بيتين انا رحت ذاك اليوم بيوت مطحونه لرقة وين نقعد يا عمي يا قلبي يا بعد عيني وين نقعد أنا أريد أسألك أبو قحطان لك. أبو قحطان الحكومة اللي دمرت مناطقكم هي اللي دمرتها شلون تتوقع منها تشيل وتنطيكم فلوس؟ والله يا عمي البارحة راح واحد منا يصير خالي انضرب جلطة على مود بيته وانقتل وما شاء بيته مفلش طيب هم لا يعوضون يتباوعون علينا ويعوضون العوائل عمي دخلت العوائل من 2014 تدري سؤال يا ابو قحطان هذا الكلام هذا الكلام المفروض يكون بتسلسل مراجع معينه يبدا من مجلس المحافظه قائم مقام مجلس محافظه محافظ تصعد الى الحكومه محافظكم وين المحافظ مالنا اي المحافظ ولا والله ولا شفناه ولا طب المخيم خلاص علينا نعم كان ذاك اهون ابو مازن شوي احسن من عنده بس ما ينطوننا خلاص ولا ينظرون علينا يا عمي الاستاذ محمد ولا ينتبهون علينا ولا فكروا بوسالنا يا عمي عمر 8 سنين كافي هذا جهاننا مستقبل ولا دراسه محافظي صلاح الدين محافظي صلاح الدين قدموا لكم شيء على مدى سنين من حكمهم من الاحتلال لليوم وحق هذا كلام الله وعلى راسي والديل ما يفيدني يا حكومتنا العراقيه ولا المحافظ ما صلاح الدين ما انطانا كل شيء نعم كل المحافظين انا ما احكي ما اقول فقط هذا الحالي بدي اقول كل المحافظين اللي تناوبوا على الحكم والله هو المحافظ خلاص يا اخي اذا كافي ما يسمع صوتنا الكاظمي يسمع صوتنا وانت توصلنا كلامنا والعالم ما تدري انت تبدا البرنامج مالك بالعشره No. الناس ما ادري بيك ادري بك الناس كل العالم تنتظر علي طيب. المطر هذا المطر يا استاذ محمد طب no. علينا طب الخيم علينا فيضنا هسه حاطين بلوك معلين بلوك وما في فوق البلوك الله يكون بعونكم يا ابو قحطان لا عندنا شيء نعم انا ان شاء الله اتمنى صوتك يوصل اشكرك يا ابو قحطان من صلاح الدين اتمنى صوتك يوصل قد يكون اليوم الموضوع الاساسي عن محافظه النجف لكن الحديث عن المحافظين وارد في هذه الحلقة وهو يعني مرحب بالجميع من كل المحافظات العراقية أن يشاركوا ويدلوا بآرائهم بخصوص محافظيهم يكلمونا يقولون شنو طبيعة تعامل محافظي محافظاتهم معاهم مع الخدمات مع وضع العاطلين عن العمل الفقراء لأنه المحافظين يستلمون ميزانيات من الحكومة في سبيل البناء إعمار تقديم خدمات دفع رواتب وغيرها يعني الموضوع مو بس أنه مرتبطين أنتم بال 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 بحكومة المركز هي تتحمل نعم مسؤولية أنه هي تارك الفاسدين يعيثون في الأرض فسادا لكن المحافظين عندهم مخصصات ولهم ميزانيات من الموازنة لإدارة شؤون المحافظة وبالتالي أتمنى يعني أيضا أن تكون هناك مشاركات لإعطائنا الرأي بخصوص أحداث النجف وشلون تشوفون التعامل من لؤي الياسري والقوات الحكومية القمعية مع المتظاهرين وأيضا انطونا رأيكم بمحافظيكم ويانا أحمد من كربلاء أو عفوا أبو أحمد من ميسان تفضل يا أبو أحمد السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييك أستاذ محمد أنا أشكر قناتكم قناة الله في دين البطلة الله يسلمك حياك وقادرها ومديرها الله يسلمك واحنا مظلومين ترى مظلومين العراق الله وكيلك استاذ محمد نعم مظلومين ما العراق مبيوع استاذ نعم منو اللي باعه؟ منو اللي باعه؟ باعت الناس ما تخاف خوش حتى ضلينا احنا لو اكو ناس ما مبيوع العراق واكو ناس خيره كان انسان ما تعذب وكل انسان ما تاذى وكل انسان عراق ما طلع مظاهره بس العراق باع الناس مو خوش اوادم خذت ناس ما تخاف الله او وكيلكم محمد كفيلك انباع من 2003 واحنا انظلمنا ظلمه ما حد مظلوم مثل بكل الدول احكي لك انا محافظه ميسان وانا على المشر نعم وانا هسه احد المظلومين ما اقول لك الاف بس انا هسه احد المظلومين عندي 2 مرضى نعم
واحد من ضمنهم مشلول. وانا من خلال قناتكم هذا الرافدين البطاله ناشد القناه تخطوهم مواقف ما ناشد حكومه. استاذ محمد لا تقول الحكومه تريد اروح لك. نعم. لا تقول الحكومه، انا عايزك انت الك بشاربك. مدير قناه يسمعني، كادركم يسمعني، خيركم يسمعني، انتم انتم ما ناشد الدوله. انا ناشدك انت مدير قناه الاستاذ محمد. نعم يا ابو احمد. عندي مرضى اثنين وعلاج لحد الان للطفل هذا مشغول ما اقدر اجي له علاج. الله يكون بعونكم ابو احمد. رقمك موجود وان شاء الله باذن الله. نعم. اهل الخير موجودين وباذن الله تعالى يصل صوتك لمن يهمه الامر. بس انا اريد اسالك يا ابو احمد، استغل الفرصه وياك، انت من محافظه ميسان، شلون تشوف دور المحافظ وتعامله واداره محافظه ميسان، وخاصه مثلا هسه انت حاله انسانيه تحتاج الى علاج، اولادك ابنائك يحتاجون الى علاج، ليش مثلا محافظتكم على سبيل المثال ما موجود بها الخدمات الطبية والعلاجية والدعم لحالات مثلك؟ وين دور المحافظ؟ استاذ احنا ما تلبي المحافظ، المحافظ ينتبه بس لمنطقته. بس لمنطقته، عرفت شلون؟ اي ينتبه بس لحباعه وينتبه بس لجماعته، بعد ليك عم امك وابوك. اي محافظ، اي محافظ يثبت على غيرنا، احنا بدينا عليه يثبت عليه. انا من حق دراواتشه الان خليني اشوف بالباب اقدر اطب وين؟ اقدر احكي معاناتي. انا من قناتكم احكي للرافدين. نعم. القناه الرافدين والمدير قناه الرافدين يسمعني. طيب ابو احمد سؤال اخير. مدير قناه الرافدين يسمعني. نعم ان شاء الله. انا عندي سؤال، اللي دا تشوف دا يصير بمحافظة النجف من قمع للمتظاهرين، الناس يطلعون يقولون يابا هذا المحافظ فاسد، احنا ما نريد فاسدين، ما نريد ناس فاشلين يديرون شؤون محافظة كاملة وبيها ملايين السكان، كافي يعني اتركوا المحافظة واطلعوا. ليش يستخدمون هذا الاسلوب القمعي، قتل الناس وسحلهم والاعتداء عليهم واعتداء على متظاهرين؟ ليش ما يسمعون اصوات الناس اللي دا تقول انتم فاسدين ارحلوا؟ يا اخي احنا استاذ محمد الهم احنا هم صوشنا. احنا ما بينا قوه، احنا ما بينا تكاثر استاذ محمد. لا مثل ليبيا ولا مثل لبنان ولا مثل مصر كفت وقعدت. احنا استاذ محمد ما عندنا، احنا ما عندنا تكاثر. احكي لك بصراحه، تكاثر عقيده تشتغل، ماكو عقيده العالم تشتغل بها. نعم. لو تشتغل عقيده ما صار عندنا عقيده 2006 العراق مبيوع استاذ يدور رحله. انا ليش قلت له لا محافظ ولا وزير؟ اكو وزير في اليوم جاي زار محافظ، زار مناطق المحافظات، زار منطقته، محافظ زار ربعه، ماكو استاذ. طيب. محمد. طيب. هذا الحكي يسمونه يعني ما في شبه. اشكرك يعني اشكرك يا ابو احمد من ميسان، شكرا جزيلا لك، وصلت الفكره. طيب عندنا قبل كم يوم سلم محامون من محافظه النجف ملفات فساد إلى هيئة النزاهة تدين المحافظ الحالي لؤي الياسري. ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تدوينات تابعها موقع باب الشرق قالوا بأن مجموعات من المحامين في محافظة النجف قدموا 54 ملف فساد تدين محافظ النجف لؤي الياسري، وبيّنوا أن هناك صفقات بمليارات عقدت، مليارات الدولارات عقدت وهي صفقات فاسدة. طبعا النائب هادي السلامي أعلن تسليم الملفات إلى هيئة النزاهة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد لؤي الياسري. 54 ملف فساد. هذا الكلام قد يتأكد بالوثائق التي سنعرضها الآن مشاهدينا الكرام، التي تم تداولها قبل بضعة أيام في مواقع كثيرة، تقول وتشير إلى أن هذه الوثائق صادرة من مكتب لؤي الياسري. والفكرة في الموضوع التالي هو أنه لؤي الياسري قام بشراء ذمم، شراء ذمم قاضي ومحقق في هيئة النزاهة. تم إظهار هذه الوثيقتين يوم الجمعة اللي مضى. تشير الوثيقتان اللتان تحملان توقيع المحافظ لؤي الياسري مثل ما حتشوفون أن لؤي الياسري عقد صفقتي فساد مع قاضي النزاهة ستار الفتلاوي ومحقق النزاهة أزهر ورد، من خلال قيامه بتخصيص قطعتي أرض لهما في موقع متميز بمحافظة النجف.
الوثيقتان أظهرتا أن لؤي الياسري منح الفتلاوي قطعة أرض في حي الغري بموقع متميز، ومنح المحقق أزهر ورد قطعة أرض مميزة في حي الزهراء مقابل تسوية دعاوى النزاهة اللي تحدثنا بها قبل شوية. خلينا نشوف أول صورة تحمل توقيع الياسري. مثل ما تشوفون مديرية بلدية النجف تخصيص قطعة أرض الموافقة على مضمون الطلب المقدم، امشوا يا شباب شوية، الطلب المقدم من قبل السيد أزهر ورد جاسم المتضمن تخصيص قطعة أرض سكنية في حي الزهراء حسب رقم القطعة المذكورة في الطلب مع استثنائه من المزايدة العلنية. ومثل ما تشوفون هذه وثيقة تم تداولها. نتابع الأخرى، نتابع الوثيقة الأخرى. مثل ما تلاحظون ستار مالك الفتلاوي، هذان الشخصان أحدهما هو قاضي النزاهة والآخر هو محقق النزاهة المدعو أزهر ورد، بحسب ما تم تداوله في مواقع كثيرة على الإنترنت هاتان الوثيقتان اللتان تم تداولهما. طيب، إذا كان القاضي قاضي النزاهة، وإذا صحت طبعا هذه المعلومات، وإذا كان المحقق في النزاهة فاسدان ومرتشيان وارتضيا على نفسيهما أن يأخذا الرشا من محافظ النجف بغض النظر ما هي طبيعة التعامل بينهما، كان ترغيب شراء ذمة، هم فاسدون من الأساس، ترهيب وغيرها. إذا كان قاضي النزاهة ومحقق النزاهة مرتشيان، كيف سيحكمان بالعدل في ملفات الفساد والتهم الموجهة إلى لؤي الياسري؟ إذا كان القضاة في العراق، وهنا أتحدث الآن بصفة عامة استنادا إلى التقارير الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، من منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من الجهات الدولية الحقوقية التي تؤكد أن القضاء في العراق مؤسسة فاسدة والقضاة مرتشون، قبل أن يخرج العامري وغيره يتحدثون عن أن القضاة في العراق يتأثرون بالضغوطات والتهديدات. تقول هذه الجهات الدولية بأن القضاء في العراق مؤسسة فاسدة والقضاة فاشلون، فمن الطبيعي أن يصدق أي إنسان أن يكون هناك قاضي يأخذ قطعة أرض مقابل أن يتغاضى عن ملفات الفساد، أن يحكم بالباطل، أن لا ينظر أصلا إلى هذه القضايا المقدمة إليه وهذه الشكاوى من مواطنين عراقيين. معنا اتصال. السيد أبو حيدر من ديالة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أنا منتسب الطبقة الأولى بلواء 53 فوج الأول. نعم. إي فأني أحداث داعش كانت عندي إصابة، أحداث يعني من 2014 أنا يعني مستمر بالخدمة. إي. لحد 2019 شهر الثامن. نعم. فصارت عندي ظروف معي، يعني ظروف عائلية. فقابلت عام الفوج أكثر من عدة أسباب. طلبت إجازة العام الفوج ما قبل يساعدني بالإجازة. طيب. إي فما أظل عندي حل غير بطلت. طيب. أخذت الدوام وطلعت. يعني ب 2019/29/8 يعني بشهر الثامن. بطلت بالثامن. بأي بطلت شهر الثامن 29 دي القاضي على المحكمة الثالثة رفع بي مخطبة حكم سنة وست أشهر قيابي، قال هذا بس مجرد كتاب بس غير منفذ، يعني ما منفذ هذا الكتاب. اي فقدمت نفسي لأخذ المخصوخة. اي قالوا لي الوجبة الثانية، بقيت أراجع وصلت هناك داخل مراسم مال الوزارة، سوالي عريضة عميد علي مالك. نعم. عميد علي مالك همش على الكتاب مالتي وقال الكتاب مالتك هذا على الحدث الاستهداف شهر 12. طيب. والحد الآن ما تبين لي أي شيء. أنت بس يعني بس حتى أفهم نقطة، أنت حالياً تريد ترجع مرة ثانية. أريد اي هسه انا اريد ارجع انا وبحاجتها، يعني انا ما بطلت في احداث داعش، بطلت ورا احداث داعش وانا هسه اريد ارجع. نعم.
واتمنى ان هاي مناشده يعني الوزير الدفاع جماعات ان ينظر عليه بهذا الموضوع. وانا عندي كتاب من وزير الدفاع على الحذف والاستهداف. ابو حيدر انت ليش بطلت من الاساس؟ انا عندي واحد من ولدي صغر. نعم الله يكون بعونك. الله يسلمك. فبغيت اراجع لي وانا منا عندي دوام الظروف ما حكمت لي انا اداوم وعندي مريض. وما وافقوا ينطوك اجازه؟ ما وافق اذا ما توقف 750 الامر فوق ما ينزلك لو حضر المهدي. لحظه هنا خلي نحكي العد هسه على الورق المكشوف. تنطي 750,000 يا الله ينزلك، بس انت فلوس ما ينزلك. لآمر الفوج المسؤول عنك. اي اللي مسؤول عليه هو هسه النقل. واللي ورا ماشي بنفس الاتجاه لو شنو وضعه؟ كل الضباط هذا من هذا المسير مالتهم، الضباط الموجودين الفرقة الأولى هذا مسيرهم كلهم من قاعدتهم وهي نازلة. أبو حيدر سؤال لو سمحت، الضباط ياخذون رواتب لو يشتغلون سخرة هيجي خدمة للوطن؟ لا والله اللي بنظري انا ما اشوف الضابط اشتغل للوطن. ياخذون رواتب زينه؟ ايه ياخذون رواتب، اذا ما شكت 600-700 ما تنزل له حضر ما ادري. لا ياخذون رواتب زينه. انتوا اكيد بيناتكم او عندكم تسلسل للرواتب او تعرفون مثلا الضباط ايش قد ممكن ياخذون رواتب. مبدئيا نظريا لابد انه الضباط المسؤولين عنكم رواتبهم تكون عاليه، يعني فوق المليون هذا شيء اقل شيء. يا هو اقل ضابط يستلم له بالشهر 3 ملايين 4 ملايين من عدد الفضائيين. ليش؟ تمام، بعدين الفضائيين نجي لهم. ليش ياخذون منكم العد اذا هو راتبه من 3 4 ملايين؟ بعدين يا انا اقول لك ياخذون، لان ماكو قائد بيها مضبوط، ماكو قائد بيها مضبوط عشان ما اخذوا رشوات من الناس. نعم. موضوع الفضائيين موجودين عندكم بالفوج الاول يا ابو حيدر؟ موجود كل الفرق، مو بس فوج الاول، موجود كل النقمه موجود. هو خلي ثمان وزير الدفاع هو نفسه يعني وزير الدفاع ما عنده علم بهذا الموضوع، الضباط ما ياخذون فلوس، ما عنده علم جماعات. هو هذا السؤال، اذا حضرتك يعني معذره هو مو انتقاص لكن احنا نتكلم بحجم منصب، يعني اذا كان منتسب يعلم هذه المعلومات، الوزير ما يعرف؟ الوزير يعرفها كل الزين، بس كلهم قافلين على هذا الحق، هم ما يحسون بهذا الحق، وهذا السبب البلد هيك النهب واموال انسرقت، يعني هم بهذا يقوم به يعرفون حتى ايش الجرائم يعرف هذا الشيء. برايك اذا يعرف الوزير ورئيس الوزراء ليش ما يحجون ويتدخلون؟ ليش ما يتدخلون عفك ما يحجون؟ ناس مقطع ناس. نعم. ناس مقطع ناس، جت لجنة تفتيشية من الإدارة المراتب مال الوزارة مال وزارة الدفاع. حلفونا قالوا أمانة الله عليكم إذا اكو جندي يعرف أن اكو رشوات بهذا الفوج وياخذون فلوس، طلعت أنا أول واحد، أنا خذيت من القيادة طلعت. قلت سيدي أجي من المرابطة يطلعني كمين، أجي من الكمين يطلع نواتب خارجي. ليش هيجي؟ لأن ما تدفع؟ اي لان ما ادفع، فحكيت هذا الموضوع الضباط كلها اثرت عليه، كلها مو ضابط الرواتب وهي حط ايدك، حاربوني نفسي اخر شيء بطلت. حاربوني حرب نفسي اخر شيء بطلت، فهسه المناشده مالتي الوزير الدفاع. اي انا اريد ارجع الدوام، وانا حصلت موافقه من وزير الدفاع نفسه. كاتب لي بالتوقيع الاحمر على حذف الاستهداف شهر 12، قبل شهر 12 يباشر، ولحد الان اي مباشره ما عندي، وانا اريد اداوم. طيب ابو حيدر سؤال اخير لحضرتك لو سمحت، ولو طولت عليك الموضوع، انت حكيت بيه شغلات مهمه طبعا، لكن اللي يدفع عندكم بالوحده شلون يتم التعامل وياه؟ هذا يكون هو المعزز، هذا هو النبي، هو المقدر. نعم يعني هذا عندهم يعني يمثل قائد فرقه، يمثل امر فوجي، يمثل امر لواء، يعني مثل يعني هذا صراحه ما اريد اوقف وياك بالاسئله، بس عندي هم سؤال اخر. عندكم بالوحده انتماءات حزبيه من الضباط والمنتسبين؟ يعني تاتي الاوامر من زعيم الحزب مو من القياده؟ اكو شغلات اللي عنده حزب ما حد يقدر يحكي وياه، لا قائد فرقه ولا قائد عمليات ولا امر فوج، واللي ما عنده حزب الا بس الله هذا مديوس جوا البطال. نعم. ابو حيدر انا اشكرك شكرا جزيلا.
شكرا على هالمعلومات اللي حضرتك انطيتنا اياها. ان شاء الله باذن الله صوتك يسمع، لكن يبقى الموضوع انه سبحان الله تاتي المعلومات وتاتي الشهادات من الاشخاص من هم يتصل، وسبحان الله الموضوع انا ما توقعت بصراحه انه تطلع هاي كل المعلومات، لكن يعني ما شاء الله يقول لك كلهم بدون استثناء امراء الافواج ضباط منتسبين فاسدين مرتشين ينتمون لاحزاب، والمنتمي مثل ابو حيدر يحارب يهان وكثير من الامور، ويحارب نفسيا طبعا وكثير من الامور التي يعاني بسببها. محمد من امريكا تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بدون لحظة هو الفساد هو حشاك راسي كل شقاي. شلون؟ هم سببها من العمرين حشاك راسي كل شقاي. شلون يا محمد؟ هم ظلوا ولاهم لإيران هم العمرين ثمارة والعراق. تمام. هم ذولي ونشوف الثاني عنده أملاك بلندن كل أكثر. اي الشعب العراقي 30 نفر قاعدين بغرفه واحده، والثاني يملك نص لندن. هذا العك على الشعب ايات الله العظمى يا الله عمي. طيب محمد، محمد عوفك من عوفك من هاي النقطه، انا اريد اسالك محافظه النجف اللي بيها اللي بيها المراقد الدينيه، اللي بيها زيارات وبيها سياحه دينيه وبيها موارد كثيره تدخل الى المحافظه، ليش اليوم احنا نشوف اهالي النجف بعض منهم ينام على الارصفة، بعض منهم عاطل عن العمل، بعض يمد يده في الشوارع بحثا عن طعام؟ ليش احنا نشوف هاي المدينة اللي المفروض بيها مصادر دخل بخلاف النفط وغيرها بالعراق، هناك مصادر دخل للسياحة الدينية الموجودة في النجف وكربلاء، ليش نشوف اهالي هاتين المحافظتين رغم اهميتهما يعانون، ووقت اخر نشوف واحد قاعد على منبر مصنوع من الذهب؟ شنو هالكلام هذا؟ والله بالعمي سبب اهل العمايم دول المتفرين على امه، كل الفلوس ياخذوها يشترون بيوت بلندن، السيستاني وغير السيستاني، نسيب السيستاني كل خطور كثير اخ محمد، خطور خطور. هو داخل الدبدالي في اليوم مال السيستاني سبع فلوس مسافته عده. طيب كل بيت هل يعقل يا محمد انه المحافظات اللي تخرج منها الفتاوى والخطب ورجال الدين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المفروض، يشوفون المنكر ويشوفون محافظ يقتل ابناء جلدتهم، ويشوفون محافظ يخرج الشعب عليه رافضا له وساكتين، لعد وين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ليش ما يطلعون يفتون بمحاربة هؤلاء الفاسدين، طرد المحافظ؟ كثير أخ محمد كلها فين مهندي هذا حد الدين متور من عندهم. نعم. ولا كلهم حشاك دعارة، ولا جابوهم من إيران، ولا هم إيران. طيب لكن طلعتين أنت يا تبارحة لازم لبنية عمرها 9 سنوات تعي خلنا زوجك البنية تبكي. تمام شفنا للمقطع. أنا أشكرك يا محمد، وصلت الفكرة. نتساءل مشاهدينا الكرام مثل ما يتساءل محمد من أمريكا، أنه هذه المناطق، هذه المحافظات التي يعني لديها طابع ديني، لديها طابع روحاني، هناك يعني مراقد، هناك جوامع، هناك سياحة دينية، مقر للمرجعية، لماذا أهالي هذه المحافظة يعانون؟ لماذا عندما تقمع التظاهرات في هذه المحافظات لا يسمع العراقي خروج جهة دينية معينة تدعمه وتناصره وتقف معه ضد هؤلاء الفاسدين؟ هؤلاء الذين في كل خطبة من خطبهم وكل كلمة من كلماتهم أتحدث عن المسؤولين يقولون نحن مرجعيتنا المرجعية، نحن نسير خلف المرجعية بتوجيهاتها بتعليماتها، لماذا لا تخرج هذه الجهات الدينية وتناصر أهالي هذه المحافظات الذين
يطحنون اليوم، الذين يقمعون بشتى الوسائل. أيضا لماذا لا يتساءل البعض أنه لماذا نرى هذا الصمت تجاه القمع الحكومي في حين نرى أصواتا تخرج تتحدث دفاعا عن هذه العملية السياسية؟ في وقت سابق عندما كان عادل عبد المهدي يقمع ثورة تشرين، خرج عبد المهدي الكربلائي ممثل مرجعية النجف قال: احذروا يا حكومة قبل أن تذهب السلطة من أيديكم إلى أشخاص آخرين. كانت رسالة تحذير لتلافي ضياع السلطة من هؤلاء، في حين لم تكن رسالة رفض واستنكار ودعوة للوقوف بوجه هذه الحكومة. وهنا هذه العلامات الاستفهام الكثيرة التي تطرح تجاه الجهات التي تتواجد في هذه المحافظات. معنا اتصال السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للمظاهرات اللي جاي تطلع وتظهر بين فترة وفترة، أستاذ محمد يعني مش تتوقع أنت من الشعب اللي البطالة اللي انتشر فقر، اللي انتشر بلد غني. نعم. يعني بلد غني مثل العراق يكون بلد فقير. يعني مش تتوقع من الناس، فلازم يعني لازم المظاهرات تستمر، وهذه الانتفاضة إن شاء الله هي انطلقت مو لمطالب توفير خدمات. صحيح بالبداية هي ما المطالب مالتها توفير الخدمات، توفير مطالب التعيين، لكنه اليوم إن شاء الله الشباب الواعي، الشباب العراقي اللي ما يسكت إن شاء الله على الطيم والقهر خلال هاي الانتفاضة. أشوف أني المظاهرة هذه طفرة نوعية لتغيير المطالب من خدمية أو تعيينات إلى استمرار الانتفاضة وإسقاط هذه سيد العملية عبد الرزاق السياسية وإسقاط هذا النظام. شفت حضرتك بس اسمح لي، شفت الوثائق اللي عرضتها اللي هي متداولة اليوم في مواقع كثيرة، وثيقتين بإعطاء قطع أراضي لقاضي نزاهة ومحقق في النزاهة من قبل محافظ النجف لؤي الياسري، شراء ذمم. هذه الوثائق تعتقد أنه خلاص ستقضي على محاولات أبناء المحافظة بإيصال هذه الملفات الفساد إلى القضاء؟ إذا كان قاضي النزاهة مرتشي، شلون قاضي نزاهة؟ غير نفتهم هاي كلمة النزاهة شلون ارتبطت بهذا القاضي؟ أستاذ محمد، أنت كل زين تعرف بأنه القضاء إذا يشوب الفساد فأعرف أن البلد نكب الهاوية. نعم. وتعرف كل زين يا أستاذ محمد بأن بالنسبة للقاضي المحكمة الاتحادية أو المجلس القضاء الأعلى اللي هو فائق زيدان شلون اجى؟ فائق زيدان قاضي تحقيق، انت كل زين تعرف بانه قاضي التحقيق ما تكون السلطه مالته تكون هي العليا على المحكمه الاتحاديه، هذا القانون يعرفونه حضرتك تعرفه انت اعلام ومشهود لك استاذ محمد، يعني ما يصير قاضي تحقيق يترأس المحكمه العليا لانه اكو تدرج، لكنه شلون اجى لهذا المكان؟ اجى لهذا المكان وهذا المقصد عن طريق الأحزاب وعن طريق الولاء لدول خارجية هي اللي تسلط على القضاء العراقي وعلى إفطار المواطن العراقي بالأخص. يعني أنت جاي تشوف القضاء جاي يرتشي لما إذا هو أعلى جهة بالبلد وتكون يعني المطالب مال الناس الضعفاء والفقراء اللي يشتكون للمحكمة وللقضاء وللقانون، إذا القانون ما يكون منصف وياهم حتما يكون حال البلد. بس يعني عندي سؤال ثاني. قبل أيام تم تداول معلومة من قبل جهات محسوبة على الأحزاب بأنه تم اختيار أسعد العيداني محافظ البصرة أنه يكون أفضل محافظ في عام 2021. أنا أسأل وسألت قبل شوية أيضا،
عملية اختيار، إذا كانت هذه المعلومة فعلا صحيحة وأنه تم اختياره، عملية اختيار المحافظين في العراق تعتمد على كفاءة وخبرة، لو تعتمد على مدى ولاءة، إيش قد نسبة ولاءة من 100 مثلا، خلينا نقول أنه هو عنده شهادة وصاحب كفاءة وشخص خدم المحافظة، لو شخص خدم الحزب ويقدم مقدرات وثروات المحافظة إلى هذا الحزب وإلى الميليشيات التي يرعاها هذا الحزب، الاختيار شلون يكون؟ أستاذ محمد، ليش هي العملية السياسية عملية شرعية؟ هسه احنا 18 سنة صارهم بالحكم، لو كل سنة منظومة من منظومات هذا البلد يعني قائمين عليها الإصلاح، ليش كان 18 سنة يعني كل البنى التحتية الوزارات يعني صار عندنا إصلاح وصار عندنا مش ما تقول يعني فالتقدم، لكنه نتيجة لعدم وجود ناس أصحاب خبرة وأصحاب كفاءة متسيدين على المناصب حتما البلد يروح للهاوية، فهذا بنختاروه اختاروه نسبة للولاء مالته الولاء الخارجي. انت خلي بالك أستاذ محمد، احنا اليوم الولاء الخارجي اغلب دول اغلب الكتل السياسيه واغلب الاحزاب ما عندها ولاء وطني ولا عندها هويه وطنيه، عندها ولاء خارجي ومدعومين من قبل الخارج، فيكون ولاءهم من قبل الخارج والخارج هو اللي يدعمهم وهو اللي يرشحهم. فهذا اللي احنا جاي نعاني. شكرا يا سيد عبد الرزاق من بابل. عندنا السيده ام علي من بغداد، تفضل يا ام علي، حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، بالنسبه للقضاء، بالنسبه للسيد فايق زيدان، تصريحات مثال الآلوسي النائب السابق في البرلمان، قال من انطرح اسم من فايق زيدان كرئيس مجلس القضاء الاعلى، يقول انا ما وافقت. ليش؟ يقول ما انطرح السي في ماله. تعرف حضرتك السي في يعني حياته شلون، صار قاضي، اطروحات الامور اللي وصلته أن يكون قاضي، كان منطرح السيفي، يقول أنا ما وافقت. تدري كل مرشح يجب أن ينطرح السيفي أمامهم. فهاي حياته، هاي من ناحية. من ناحية أخرى، أموال العراق، مو بس كربلاء المقدسة والنجف، أموال العراق، بنك المركزي العراقي حسب تصريحات بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، قال الإيران في أزمة اقتصادية وحصار اقتصادي والعالم. أموال البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة كلها تنقل من البنك المركزي العراقي إلى إيران. والدليل أستاذ، ليش هسه هاي صار سنة من رفعوا قيمة أو أن نزلوا قيمة الدينار العراقي؟ ليش؟ لأن الخزينة فرغت، يعني البنك المركزي العراقي خزينته ما بيها عملة صعبة، والنفط نزل سعره، بحيث وصلت مرحلة الحكومة ما تقدر تدفع رواتب للموظفين. لذلك اتجهوا إلى رفع قيمة الدولار على حساب مجاعة الشعب العراقي. تدري حضرتك صار سنة الشعب العراقي في مجاعة تامة، والسبب كله انطوا أموالنا إلى إيران في سبيل أن تحميهم وتبقيهم بالسلطة. يعني تدري حضرتك أنه العراق مستعمرة من مستعمرات إيران. سيدة أم علي، لا أنا أكتفي حضرتك بهذا القدر لأنه عندنا وقت قليل متبقي، وسيد أبو مروة من كربلاء آخر المتصلين معنا، تفضل يا أبو مروة، حياك الله. شكرا، الله يحييك. الله يسلمك. تحية لك. الله يبارك والكادر الكريم. حياك. أخي فد ملاحظة عندي. تفضل. الملاحظة وهي القضية مو قضية تغيير محافظ ولا تغيير وزير ولا تغيير حتى رئيس الوزراء. لا ماكو فايدة أخي. القضية النظام السياسي انبنى من البداية على الخطأ. كل شيء من ينبني على الخطأ يستمر بالخطأ وينتهي بالخطأ. هذا الكلام عندنا معطيات وتجارب خلال 20 سنة. عجبا أنا المواطن ما عرفت إيش دا يصير بهالعشرين سنة. أخي هم دا يتحدثون مو أنا. هم في دهاليزهم دا يتحدثون، إحنا ناس مواطنين عزل قاعدين ببيوتنا وبأعمالنا. لكن دا نسمع يوميا منهم. هم اللي اعترفوا بالفشل، هم دا يعترفون بالفساد علني بشكل علني بدون مستحق.
يعني اليوم رئيس الكتلة، أنا رئيس كتلة، أشرط على الوزير أقول له أنا أخليك وزير مقابل الأموال اللي تخصص لوزارتك كذا مبلغ يكون إنه أبو مروان، لأنه الوقت يعني نعم. ما يخدمني حيل، بس عندي سؤال أخير لحضرتك. لا لا، سؤال أخير لو سمحت. إذا كان من رأس الهرم إلى المحافظ، خلينا نقول ما راح ننزل أكثر من هيك، إذا كانوا فاسدين مرتشين مزورين، منو ممكن ينقذ العراقيين من أزمتهم الحالية ويعينهم؟ ماكو 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 أخي، مال شائب، مال شائب، وأبدا اليوم إذا ما أكو عقاب فالمال شائب يا أخي، عليه من غطيله وغطيلك، منو اللي يجي؟ منو اللي يجي؟ يا نزيه اللي يحكي بملف فساد، لأنه يقول لك الأعلى مني ده يضرب. اليوم احد المسؤولين هم تحدث علني قال لقد تاسست ثقافه الفساد بالعراق. طيب انا اشكرك يعني. اشكرك ابو مروه، اعتذر منك، الوقت انتهى. عندنا رساله من ابو مالك اخيره نقراها. السلام عليكم، انت تعرف استاذ محمد انه تعيين المحافظ يرشح من قبل كتلته، واذا ما يغذي كتلته من مال الحرام ما يبقى في منصبه. الكتل السياسيه ما تسال اذا كان نزيه او لا، المهم يزود كتلته بالمال. عبالك النظام السابق المحافظين كلهم كانوا قادة عسكريين، العتب على الشعب العراقي، هم راضين على هاي الكتل الفاسدة السياسية. ليش الشعب ما يعرف هادي العامري وقيس الخزعلي ونور المالكي المن ولاهم؟ ناهيك عن النواب السنة المرتزقة الذين مزقوا أبناء جلدتهم بالتأجير والسجون، وبالتهجير يقصد عفوا، والسجون والتغييب القسري. طبعا الكلام لا يعمم يا أبو مالك، الآن الشعب العراقي لديه وعي، أغلب الشعب العراقي لديه وعي تجاه هؤلاء، ويعلم جيدا ولاءهم لمن، ويعلم أنهم مجموعة من الفاسدين اللصوص القتلة، والنتيجة نشاهد تظاهرات ولافتات ترفع وهتافات ضد هؤلاء. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.